عائلة ال LM 1117 منظم الجهد. برأيك يا صديقي، ما هو منظم الجهد؟ قبل أن تعرف الإجابة يجب أن تعلم أن منظم الجهد له نوعان. النوع الأول وهو النوع الثابت، أما النوع الثاني وهو النوع ال ADG. مع العلم أن الاثنين يحملن نفس الرقم 1117، ولكن يوجد اختلاف بسيط. قد شرحنا في فيديو سابق عن منظم الجهد 78XX، وتكلمنا فيه عن خصائص ومميزات منظم الجهد 78XX. هتلاقيني سيب لك رابط الفيديو في الوصف ان شاء الله. ولكن في هذا الفيديو سنتحدث عن منظم الجهد الشهير وهو ال 1117. بغض النظر عن الاسم اللي حضرتك ممكن تشوفه هنا، هتلاقي مكتوب مكانه LM ايا كان، ولكن مش هنحتاج في منظم الجهد علشان نقدر نميزه ونعرفه الا بعض العناصر وبعض الاشياء المهمة او المختلفة من منظم الى اخر. السؤال هنا يا عزيزي، ما هو منظم الجهد الثابت وما هو منظم الجهد ال ADG او المتغير، وما هو الاختلاف ما بينهما، وماذا سيحدث لو قمنا بتبديل واحد مكان الاخر، ده مكان ده او العكس، وما هي الاجهزة الذي يوجد بها منظم الجهد؟ كل ده واكتر هتعرفه من خلال حلقة النهاردة. تابع الفيديو للنهاية وما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة. فاصل بسيط وهرجع لكم تاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى رب تكونوا كويسين وألف خير. السؤال الأول، ما هو منظم الجهد؟ منظم الجهد هو عبارة عن IC يرمز له بحرف اليو، وده طبعا اللي هتلاقيه مكتوب جنب منظم الجهد على البوردة. يحتوي على ثلاث أطراف، الدخل وهو الان، والخارج الاوت، والارضي الجي ان دي. وبمجرد اختبار بسيط هتعرف تحدد الأطراف دي بكل سهولة زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا الكلام ده بينطبق على النوعين. كده عرفنا ما هو منظم الجهد. اذا اين هو الاختلاف يا صديقي؟ قبل ما اقولك الاختلاف تعال اقولك على طريقة عمل منظم الجهد الثابت. اولا، نطاق منظم الجهد الثابت هو من 1.8 فولت و 2.5 فولت و 3.3 فولت و 5 فولت. يعني ايه؟ يعني منظم الجهد ده بكل بساطة اللي هو الثابت بياخد فولتية معينة يخرج يا اما 1.8 يا اما 2.5 او 3.3 او 5 فولت. هو ده النطاق بتاعه. طيب ياخد الفولت ده منين ويخرجه منين والكلام ده كله هيبقى ماشي ازاي؟ عندك الان هو الدخل، وعندك الاوت هو الخارج. وطبعا احنا كده كده هنروح بشكل عملي على منظمات الجهد ونشتغل عليها بشكل عملي، ولكن خليني اديلك نبذات بسيطة على الشغل النظري بحيث لما تلاقيني في العمل شغال تفهم انا بعمل ايه. عندك هنا بيكون في جزء او طرف كبير شوية عن الاطراف دي. الطرف ده دائما بيكون مربوط بالطرف اللي في النص على طول، دائما بيكون مربوط بيه بشكل مباشر، تمام؟ فبالتالي هنا الاوت، هنا الاوت، يعني الخارج يبقى هنا في دخل وهنا في خارج. على الطرفين دول هتلاقي فيه خارج. فبالتالي معايا حاليا منظم جهد 3.3 فولت. احنا هنديله من هنا 5 فولت وهيكون واخد ارضي. فبالتالي المفروض ان هو يخرج من الطرفين دول اللي هم يعتبر تقدر تمثلهم طرف واحد، هيخرج منهم ايه؟ هيخرج منهم 3.3 فولت. نقول مرة تانية، لو هنا الدخل وهنا الخارج، هنا الارضي، يبقى الرقم اللي هيكون مكتوب هنا هو الخارج اللي هتلاقيه موجود هنا. يعني هنا مكتوب 3.3، يبقى المفروض لما نحط الموجب هنا او هنا والسالب هنا على الارضي، الطرفين دول اي طرف منهم هيديني نفس الرقم اللي مكتوب هنا. لو 3.3 يبقى هيديني 3.3، لو 5 هيديني 5، لو كذا هيديني كذا، تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى اللي هيكون مدون هنا هو اللي هناخد بيه على الخارج بتاع منظم الجهد. فده الخارج الثابت يعني، فده الخارج الثابت.
يعني ببساطة كده ان منظم الجهد ثابت بيكون ليه نطاق معين كما شرحت لكم وكما وضحت يا عزيزي. وطبعا هو لا يتحمل اكتر من 22 فولت في الدخل. هتقولي ازاي؟ هقولك. يعني هنا الدخل زي ما احنا شرحنا، فبالتالي بيكون هنا في دخل الغرض منه انه يطلع لك منه خارج معين على حسب العنصر اللي انت بتشغله، زي المعالج اللي هو البروسيسور يعني، او الفلاشة او كذا او كذا، تمام. فبالتالي طبعا العنصر الالكتروني ده اهو، مثلا انا حاطط هنا عنصر الكتروني، تمام، والعنصر ده بيشتغل ب 3.3 فولت، تمام، وانا عندي هنا مصدر خارج 5 فولت، فيبقى انا كده محتاج عشان اخلي العنصر الالكتروني ده اللي مثلا البروسيسور يعني يشتغل ب 3.3، عشان يشتغل بالجهد ده لازما اجيب له من ال 5 فولت احولها ل 3.3 علشان تشغل لي البروسيسور من غير ما يتحرق، مع عشان انا لو اديت البروسيسور الجهد ده زي ما هو اللي هو ال 5 فولت البروسيسور هيتحرق، تمام. فبالتالي بحط منظم الجهد، بروح ممشي ال 5 فولت هنا على الدخل، تمام، وادي له ارضي من نفس الارضي اللي بيتغذى عليه الجهد ده. يعني هنا جاي معاك 5 فولت، دايما ال 5 فولت دي بيكون معاها ارضي سالب، تمام. بنروح ماشيين السالب على السالب، وبنروح مودين الموجب هنا على الاي ان او الدخل، هنا هيبدا يخرج معاك 3.3 فولت اللي احنا محتاجينها نروح مودينها للبروسيسور يشتغل معانا، تمام، من غير ما تحصل اي مشاكل. فبكده انا قدرت اعرف الطرفين اللي على اليمين والمنظم قصاد مني على طول كده، لما يكون المنظم بالشكل ده عندي الطرفين دول، الطرف ده هو الدخل والطرف ده هو الخارج، تمام. يبقى ده الارضي، ده هو الخارج. فاول حاجه بعملها ايه؟ بحط الموجب على الموجب والارضي على الارضي. ازاي الكلام ده؟ قبل ما اعمل الحركه دي او قبل ما اعمل الفكره دي لازما اشوف هنا مكتوب كام. مكتوب هنا 3.3، يبقى احط الارضي اللي هو السالب هنا واحط الموجب هنا او هنا. لو الافو اداني 3.3 اللي هو مكتوب هنا، يبقى المنظم ده تمام والمصدر اللي بيديله برضه تمام وزي الفل. يبقى المشكله فين؟ يبقى المشكله مش هنا يا باشا خالص. انت عايز منه ايه اكتر من كده؟ ما هو بيقول لك انا 3.3 فولت ومخرج لك نفس الفولتيه، يبقى انت كده بتتهمني ان انا تالف ليه؟ يبقى انا كده مش تالف، شوف لك حد تاني او شوف لك مشكله تاني بعيد عني تركز فيها. فبكده نقدر نقفل ملف منظم الجهد ونركنه على جنب وندور في حاجه تانيه. استنى عشان اللي جاي احلى. قلنا انه ما بينفعش ياخد ازيد من 22 فولت. يعني لو حطينا هنا، احنا قلنا في 5 فولت جاي، لا احنا ممكن نديله مثلا 15 فولت، نديله 20 فولت على حسب المصدر اللي موجود معايا. ما انا ممكن يكون معايا 18 فولت او 16 او 15 عادي، هو بيتحمل معاك ال 22 فولت. ازيد من 22 فولت هو نفسه هيتحرق. يبقى عشان نديله جهد من هنا ويخرج جهد معين لازم نراعي حاجه زي كده، انه ما ينفعش ياخد ازيد من قيمه محدده. وعلشان تعرف ده اكتر، كل ما عليك انك هتكتب البيانات الخاصة او المكتوبة او المدونة على جسم منظم الجهد، تكتبها على جوجل كده بكل بساطة وتكتب داتا شيت، هتلاقي كل حاجة خاصة به موجودة على الكمبيوتر، هتظهر لك بشكل واضح. فبكده احنا عرفنا انه لا يتحمل اكتر من 22 فولت في الدخل، وان ارتفع الفولت اكتر من 22 فولت سيحترق على الفور وسيقوم باخراج فولت الدخل مباشرة، مما سيؤدي الى تلف العناصر الالكترونية او العنصر الذي سيكون من بعده، لأنه ليس به حماية من ارتفاع درجة الحرارة. طب فهمت ايه انت من الجزئية دي؟ بص يا عزيزي، احنا بنديله 22 فولت، لا احنا نبحبحها شوية ونروح مدينه 25 فولت. هياخد ال 25 فولت بوم هيتحرق، هيروح مخرج لك ال 25 فولت زي ما هي من هنا. يعني مفيش حماية عليه، ودي مشكلة كبيرة. ليه؟ لانك هنا في 25 فولت خرجت معاك من هنا هتخرج معاك من هنا، دخلت 25 هتخرج 25 زي ما هي. فبكده البروسيسور او العنصر الالكتروني اللي المفروض مربوط بمنظم الجهد، اول ما هيحس او يلمح بس كده قبل ما يديلك اشارة ويصوت ويقولك الحقني ده انا بموت، هتلاقيه انفجر في ثانية، لان هو بيتغذى مثلا على 3.3 فولت، تقوم مديله 25 فولت مرة واحدة بكده، الله يرحمه. فلو جالك معالج تالف او اي حاجه من العناصر اللي بيكون صعب ان هي تبوظ يعني، او ما بتبوظش بسهوله، افتكر الكلمه دي علشان تعرف ان مفيش حد كبير عن الموت يا عزيزي، كله رايح. فبالتالي عندك هنا الدخل، هنا الخارج، هنا الارضي، بالنسبه لمين؟ لمنظم الجهد الثابت. طيب ولو معايا منظم جهد مكتوب عليه ADG، يعني ايه الكلام ده؟ في اختلاف هنا مثلا في الاطراف،
هتلاقي الطرف ده هو هو الطرف ده، يعني الدخل، الطرف ده هو هو الخارج، كمان اللي فوق هو هو، مفيش فرق، لان حتى كلمة منظم جهد هي هي منظم جهد. الفرق هنا ان ده منظم جهد ثابت وده منظم جهد متغير. ايه حكاية المتغير وايه الاختلاف اللي موجود هنا يا عزيزي؟ قبل ما اقولك الجزئية دي علشان ما انساش، لازم اعرفك حاجة تانية، وهي ان منظمات الجهد لها اشكال كتير جدا يا عزيزي، لها اشكال، احجام، مجسمات، حاجات كتير. ولكن فكرة انك تقدر تعرف ان ده منظم جهد، ده اللي المفروض تعرفه لوحدك من خلال حلقة النهاردة ولما تكمل معايا الفيديو للاخر. ولكن ماذا تعني كلمة ايه دي جي؟ ببساطة يا عزيزي ان هذا النوع من منظمات الجهد قابل للتعديل، يعني بيتحمل حتى 20 فولت، وهو ايضا به حماية من ارتفاع درجة الحرارة، وايضا يخرج من 1.8 فولت حتى 13.8 فولت. يا سلام، يعني انت عايز تقول لي ان منظم الجهد الثابت بيخرج فولتيات معينة على حسب القدرة المطلوبة زي ما احنا ذكرنا كده من شوية، واللي بتبقى مدونة برضو على جسمه. اما المنظم الاي دي جي بيبقى بيخرج جهد متغير. طيب ازاي؟ فهمني اكتر وحياتك عن المنظم المتغير ده. بكل بساطة يا عزيزي، متغير يعني احنا اللي بنتحكم في الفولت بتاعه عن طريق المكثفات والمقاومات. يعني لو وجدت منظم جهد متغير وقمت بقياس الدخل والخرج، ستجد فولت معين في الخرج، ده بيدل على ان المقاومات اللي راكبة عليه هي السبب في اعطائه هذا الفولت. زي كده مثلا، ده من نوع متغير هتلاقي فيه مثلا مكثفات مقاومات بجواره، وهي اللي بتكون سبب رئيسي في ان هو يخرج الفولتيات المعينة دي. وطبعا ما ننساش ان منظمات الجهد بيكون عليها مكثفات في الدخل واحد وواحد في الخرج لتنعيم الفولت، ولو مكثف منهم باظ بيبقى المنظم لا يعمل بشكل سليم، والمكثفات دي مش بيبقى ظاهر عليها اي علامة بتدل على التلف. يعني هتلاقي شكل المكثف لسه جديد وحلوة كده وامور، ما تتغرش فيه، ولازم يكون في شك ده لو العطل بتاعك له علاقة بمنظم الجهد. بكده لو رجعنا للسؤال الاول هنبقى عرفنا يعني ايه منظم جهد ثابت، تمام؟ ولو رحنا للسؤال التاني هنعرف يعني ايه منظم جهد متغير. علشان تقدر تعرف اكتر عن منظم الجهد المتغير، يبقى لازم تعرف اول حاجة الاختلاف اللي بين المنظم الثابت والمتغير، وده بيكون هو السؤال التالت. الاختلاف بينهم بكل بساطة كده الرقم او الاسم اللي بيبقى مكتوب هنا. يعني منظم الجهد اللي معايا ده لو مكتوب عليه ADJ يبقى ده من نوع متغير. اول حاجة اعرفها ان هو من نوع متغير، يعني ايه؟ يعني لما اقيس عليه مش شرط انه يديني 3.3 فولت او يديني كذا او يديني كذا، المهم ان يكون في دخل ويكون في خرج علشان اعرف ان منظم الجهد ده سليم. طيب لو في دخل ومفيش خرج، لو مفيش دخل ومفيش خرج، ساعتها هيبقى في مشاكل تانية او امور تانية. في دخل ومفيش خرج يبقى هو تالف، شيل وارفع وركب واحد غيره. طيب مفيش دخل خالص يبقى المفروض مش هيكون في خرج، فبالتالي محتاجين نشوف الدخل اللي جاي له منين ونفحصه ونحاول نحل المشكلة. طيب ليه هنا مكتوب ADG وجراوند او ارضي في نفس الطرف؟ لان الطرف ده هو الـ ADG او طرف اللي بنتحكم بيه من تغيير الفولتية. يعني ايه؟ يعني طبعا احنا بنركب ده على الجهاز، فبالتالي الطبيعي بتاعه ان هو هيخرج معاك 13.8 فولت، تمام؟ فبكده انا عايز يخرج فولت معين، فبالتالي هركب له مقاومات ومكثفات بحيث ان هو يخرج لي فولت معين. مثال اخر، هو كده عليه في الخارج 13 فولت، انا عايز 5 فولت. لو جبت دايود زينر وركبته على الطرف ده، فبكده مش هيخرج معايا غير 5 فولت، وهكذا، تمام؟ طب واحد هيقول لي طب ما بلاش من منظم الجهد خالص ونركب دايود زينر ونشغله. هقول لك يا عزيزي ان الفرق ما بين منظم الجهد والدايود زينر في الفكره دي، اي نعم هو هيخرج معاك نفس الفولتيه، تمام، ولكن هنا منظم الجهد بيختلف في امور كتير، واشهرهم ان هو بيتحمل درجة حرارة معينة اعلى من الدايود زينر، وكمان الـ ADG بيكون عليه حماية من ارتفاع درجة الحرارة. فبكده انا عرفت ده. اما ده لو لقيته موجود قدامي هعرف الخارج كام وهعرف الدخل كام. السؤال الرابع، وهو بيقول ماذا يحدث لو بدلنا اماكنهم في البوردة؟ يعني مثلا لو احنا شلنا مثلا منظم جهد من فئة 3.3 فولت، تمام، وركبنا واحد
من دول على طول. الإجابة واضحة يا صديقي. ليه؟ لأن ده بيخرج نطاق معين، عمر ده ما هيخرج نفس النطاق طالما احنا مش مركبين له المقاومات والمكثفات اللي تديله الاخصائيه او الامر ان هو يخرج كده. يعني انا مثلا مش هاجي على منظم جهد 3.3 او 1.8 واروح شايل مثلا المنظم واركب واحد مثلا من متغير واقعد بقى اغير في مقاومات واغير في مكثفات واعدل في اطراف كل ده علشان ايه؟ طب ما انا ما اجيب نفس منظم الجهد ورايح دماغي. ده هو الاختلاف الوحيد ما بين الثابت والمتغير. طب ما هي الاجهزه اللي بيكون فيها او موجود فيها منظم الجهد؟ على فكرة مش لازم اسألك سؤال زي ده، اجابة السؤال ده على فكرة سهلة جدا وواضحة زي عين الشمس. هو اسمه منظم جهد، يعني معروف الطبيعي ان في عناصر الكترونية بتاخد جهود معينة وجهود مختلفة، فوجود منظم الجهد ده شيء اساسي في كل الاجهزة، من ريسيفر لتلفزيون لشاشة لكمبيوتر لابتوب، كل الاجهزة بيكون فيها منظم الجهد بشكل اساسي. وكمان لما تكون عاوز تعمل مشروع، يعني تكون دايرة او تعمل دايرة بمشروع عندك في المنزل عادي، بتستخدم لها منظم الجهد عشان ده يساعدك بشكل كبير جدا لتشغيل العناصر الالكترونية المعينة بشكل واضح وبشكل بسيط بدون اي مشاكل. مهمتي الاساسية ان اسرد لك المعلومات الخاصة بالعناصر الالكترونية، ازاي بيشتغل، وظيفته ايه، كذا وكذا، علشان تقدر تتعامل معاه حتى لو لقيته في اي مكان، هتلاقيه في الباور، هتلاقيه في كذا، هتلاقيه في كذا. فده المهم عندي ان اعرفك على العنصر الالكتروني واكشف لك كل اسراره بحيث ان يكون سهل عليك جدا انك تحدد اذا كان هو تالف ام غير تالف. نروح للتجربة العملية. معايا هنا منظم جهد 1117، تمام؟ هحط السالب بتاع الافوميتر على اي جسم هنا، بس ما يكونش الجسم ده، لان الجسم ده مش متصل بالبورد، يا اما ال HD ال USB، يا اما تريح دماغك خالص وتحطها في الارضي بتاع الجهاز. بس انا بحب وبفضل اكون شغال بطرف واحد بس على العنصر اللي انا بعمل له فحص. قلنا اللي على اليمين الدخل، واللي في النص الخارج، واللي على اليسار هو الارضي. لما هنروح على اليسار كده الافو ثابت معايا ما بيعملش اي حاجة، ليه؟ لان هو ده الارضي. طيب ايه اللي مكتوب ده 3 ومش عارف ايه من غير ما نحط الجهاز او من غير ما نحط المقاس؟ ده يا عزيزي الملي فولت. الايه؟ الملي فولت. طب الفولت هنشوفه ازاي؟ هقول لك. هنيجي مثلا على الجزئيه اللي بره دي اللي احنا كنا قلنا الاوت اللي الخارج، يعني اهو مديني كام على الافو؟ 1.8 فولت او 800 ملي فولت. ال 1000 ملي فولت بيساوي 1 فولت، تمام؟ فبالتالي مديني 1.800 ملي فولت. ده فعلا اللي مكتوب ومدون على جسم منظم الجهد اللي معايا ده. يبقى كده منظم الجهد ده حقيقي، مفهوش اي مشاكل وسليم. طب الدخل بتاعه كام؟ الدخل بتاعه 3.3 فولت، تمام؟ يعني الدخل بتاعه 3.3 فولت، ده علشان يخرج معايا 1.8 فولت. اول ما بقرا البيانات اللي مكتوبة على منظم الجهد، مجرد ما هلاقي مكتوب 1.8 فولت ويديني نفس الخارج هنا، فبالتالي ان منظم الجهد ده سليم ومية مية، اشوف حاجة غيره. طيب السؤال هنا، واللي ممكن حاجة زي كده تقابلك، لو ظهر معاك عطل زي كده وكاتم فولت على منظم الجهد، يعني منظم الجهد مش مديلك خارج ولا داخل ولا اي حاجة، طب هل هو تالف؟ الإجابة نعرفها إمتى؟ لما نرفع منظم الجهد خارج البوردة، نرفعه كده ونحوشه بعيد عن البوردة ونبدأ نفحص مرة تانية، بس مش هنفحص على الخارج. ليه؟ لأن خلاص كده الحاجة اللي بتربط ما بين الدخل والخارج طلعت من الملعب، اللي هي مين؟ اللي هي منظم الجهد. هنا في دخل وهنا في خارج، مين الوسيط اللي بيوصلهم ببعض بمقدار معين أو مثلا بفولت معين؟ منظم الجهد. طيب هنا أثناء وجود منظم الجهد في قفلة، في شورت، في مشكلة. علشان نقدر نعرف المشكلة دي هنا في الدخل او في الخارج، لازم نشيل او نرفع الوسيط اللي هو منظم الجهد. مجرد ما نرفع الوسيط هيبدأ ده ينفصل عن ده. ساعتها اول حاجة هنعملها هنشوف الدخل، نحط السالب مع سالب الجهاز ونشوف الدخل على نفس الاطراف، واحنا رافعين العنصر كده بره نفس الاطراف الارجل نفسها على البوردة، ونبدأ نحط كده. لو لقينا الدخل موجود، تمام؟ الدخل ايه؟ الدخل موجود. طيب قبل يعني اثناء وجود منظم الجهد كان في دخل؟ كان بيقرا معاك دخل؟ لا، لان كان في قفله. فبالتالي هرفع منظم الجهد.
هقيس لقيت وجود دخل، معنى كده ان الدخل او المسؤول عن اخراج الفولت للمنظم الجهد، ويعني مثلا ارسال الفولت لمنظم الجهد، الجزئيه دي سليمه، هرفعها او هشيلها من دماغي وهجيب منظم جهد جديد نفس الرقم او نفس البيانات واقوم مركبه. بمجرد ما هركبه هتظهر معايا النتيجه. لو حصلت نفس المشكله يبقى المشكله فين؟ يبقى المشكله ولا في منظم الجهد ولا في الفولت اللي داخل لمنظم الجهد الادخال، يعني المشكله في الجهد او في العنصر اللي منظم الجهد بيشغله. يعني منظم الجهد مثلا بيشغل العنصر ده، فبالتالي العنصر ده عامل قفله، مجرد وجود منظم الجهد على المشكله دي فبالتالي بيعمل كتم في الفولت ويعمل راجع. فبالتالي المفروض انا ارفع منظم العنصر الالكتروني ده من على البورده وركب منظم الجهد، هتلاقي الخارج بقى موجود معاك سليم، ولكن اول ما تركب العنصر ده يكتم معاك باور او يكتم معاك فولت، ده دليل على ان العنصر ده هو اللي تالف، هو اللي بايظ. فمجرد ما هغيره او هركب واحد غيره يعني جديد او حتى مستعمل ويكون سليم وشغال، المشكله هتتحل والفولت هيخرج معاك من منظم الجهد بشكل سليم. عرفت قد ايه منظم الجهد ده مهم وليه دور مهم كمان؟ اشهر شكل او اشهر مجسم هتلاقيه هيقابلك هو الشكل ده اللي معايا هنا يعني، تمام؟ ده هتلاقيه موجود بشكل كبير جدا في الاجهزه بتاعتنا. المهم هنا ان انت تكون قدرت تعرف يعني ايه منظم جهد يا عزيزي. بكده اكون وصلت لنهايه حلقه النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتاكد اشتراكك في القناه وتفعل زر الجرس، وانتظر مني الفيديوهات الجديده. ولو عاوز تشوف الفيديوهات الثانيه انزل في الوصف هتلاقيني سايب لك روابط فيديوهات كتير جدا، وخد لفه في القناه علشان تقدر تستفيد باكبر قدر ممكن من المعلومات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.